نحن الآن في حي جورج بعيدين. فجر اليوم تم أمطار هذا الحي بشكل كامل بالقذائف. هاي إحدى القذائف التي سقطت على الحي، والحمد لله ما في شهداء، ولكن هناك عديد من الجرحى. هاي إحدى القذائف التي نزلت. حي لا يوجد فيه لا جيش حر ولا شيء، ولكن هكذا تم أمطار ودائما من القذائف. هذا الموقع ما هي هذا مكان حقيقي، هاي الشظايا الحمد لله أن الله لطف ما في كان نافو هاي كان قد في هون هي أثر شظايا نزل هون الحين هذا والله